مساء الخير عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الفترة الأخيرة كنت بعمل لايفات على الفيسبوك، ليه أصحابي ليه حياتي ليه مكاني، بس في السوشيال ميديا واليوتيوب والكلام ده كله أنا ما كانش عندي مشكلة إن أنا أعمل قناة زي أي حد بيعمل قناة، حاجة خاصة ليا يعني. فنزلت فيديو، عامة كان عندي فيديوهات كتير جدا 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 بالممثلين والإعلاميين ولاعيبة الكورة بحكم عملي، واجهت مشكلة كبيرة جدا وانتقادات رهيبة جدا وكومنتات في منتهى الوقاحة. أنا ما كنتش متوقع إن الكلام ده كله يحصل على اليوتيوب في القناة بتاعتي الخاصة، ومعرفش إيه السبب إن الناس كلها داخلة بتهاجم في فيديو. ما حاجة ما تخصكش يعني، انت ليك حاجة يعني. انا بشوف فلاوي على اليوتيوب وعلى عامة، بقت المنظر العام ما بقاش طبيعي ان اي بني ادم يخش يتفرج على حاجات على السوشيال ميديا عامة يعني. بس المهم يعني، خليني في موضوعي، ماليش دعوة بأي حد. خلاني افكر تفكير ان بسبب الناس دي خلت الفيديو نازل على قناتي في اليوتيوب يعمل عدد مشاهدات رهيب جدا يوصل للتلاتة مليون، بسبب ان سما المصري ظهر في الفيديو بشوية اجزاء من جسمها. دي حاجة ما تخصنيش ودي حاجة غير مقصودة طبعا. وبصراحة بيني وبين نفسي فكرت استمر في الموضوع، لان لقيت معظم الفيديوهات التافهة والغير هادفة ناجحة ومحققة عدد مشاهدات غير طبيعية، زي اللي طلع بتاعت هاي جايز وسندريلا مصر وملك الجمال العالم، والناس دي كلها يعني ناس بتتفرج عليها يعني، وبيقولوا لها الله وبيسقفوا لها. مش موضوعي برضو، مش منتقد الناس ديت، لان الناس دي ما تخصنيش في شيء. بس بجد اللي معاها بجد صعبين، ان انا مش هتريق على حد، زي برضو مجموعة الشباب اللي عاملة محتويات بتتريق على الناس دي يعني، بتتريق على الناس اللي شبههم. العملية بقت صعبة جدا. انا في حياتي اتهاجمت مرتين يعني، عمري ما اتهاجمت بالطريقة ديت، والانتقادات والكومنتات اللي كانت معمولة على الفيديو بتاع اليوتيوب. قبل ما احكي لكم قصة الهجوم عليا والكلام ده كله، انا نفسي يبقى ليا محتوى هادف في مجال عملي. انا عبد الله الطويل، مسؤول علاقات عامة في نادي الاسماعيلي، والطويل ده لقب عيلة يعني، مش طويل طويل. المهم، وبحكم علاقتي بالكورة مرتبط بالإعلاميين والممثلين والفنانين ولاعيبة الكورة وحكم شغل يعني، عشان كده بصادف الناس الحلوة ديت، وأقدر إن أنا أعمل معهم فيديوهات، وأقدر إن أنا أعمل معهم لقاءات، وأقدر إن أنا أضيفهم يعني، أستضيفهم في بلدي وأضيفهم في بلدي. مش مشكلة يعني ان سما المصري طالع في فيديو معايا، قابلت محمد رمضان يطلع في فيديو معايا، السنة اللي فاتت طلبوا من جمهور الاسماعيلي ان هو يعمل فكرة بمليون جنيه مع الممثل علي ربيع وكريم عفيفي، ورحنا وسافرنا وعملنا المسلسل باسم اسماعيلية وباسم الاسماعيلي. فاكيد بنقابل الناس دي كلها وبنطلع معهم فيديوهات، مش عيب يعني. بس ان اشوف كمية الكومنتات والانتقادات، مش قادر اقول، لان انا فعلا يعني انا نفسي اقول كلام كبير، بس طبعا عشان انا هنزل الفيديو دوت، وان انا اواجه الناس، وان انا اقول لهم حسن نيتي من ناحية الفيديو اللي انا نزلته لسما المصري، ربنا يفك دقيقتها يا رب. بس فطبعا يعني زعلت جدا من الكلام اللي اتقال، واتمنى يبقى فيه محتويات هادفه، ما يكونش فيها كميه الناس اللي مش فاهم هما بيعملوا ايه بصراحه يعني. مش فاهم هما بيعملوا ايه. عايزين نعمل محتويات كويسه تساعد شبابنا وتساعد
يعني انا مثلا اشوف حاجه باينه، انا خليت فيديو يعمل 3 مليون مشاهده عشان بس جزء باين من ممثله طالعه معايا في فيديو. لو عملت يعني زي مثلا الفيديو ده لو نزل، انا عارف ان هو مش هيعمل 3000 مشاهده عشان بس القميص هو اللي باين. هو ده اللي بيزعلني بصراحه يعني. اتمنى نعمل محتويات هادفه، اتمنى لو كلامي عجبكم. انا عندي فيديوهات كتير جدا لفنانين كتير جدا، وبصراحة احرجتوني ان انا انزل فيديو خايف من كمية الانتقادات ديت. عادي يعني، فيها ايه لما ممثل يطلع يبدأ في بلدي ويقول اسماعيلية، اسماعيلية مش وحشة يا جماعة، ومعروفة اسماعيلية صاحبة واجب واصول خلونا شباب راقي. انا زي ما انا بخش مثلا اتفرج على محتوى هايف جدا، بس عجبني في حاجة معينة دخلت اتفرج، الاقي باقي الفيديو كله هيافة في هيافة. ما اخشش اغلط في صاحب الفيديو يعني في ناس عاملة فيديوهات بالعشرين مليون والتلاتين مليون، وهو بيعمل ايه غير بينط فوق جنينة وبيتشقلب فوق شجرة وحاجات غريبة كده بشوفها، وعاملة عدد مشاهدات رهيب جدا. اتمنى من الفيديو دوت تكون رسالة بسيطة لمجموعة الشباب اللي دخلت على اليوتيوب هجمتني وغلطت فيا وغلطت في الناس اللي معايا في الفيديو. حاجة مش عاجباك ما تخشش تتفرج عليها. فأتمنى ان يعني يكون في محتويات جاية ان شاء الله، ان شاء الله بإذن الله تفيد الشباب وتفيد البرنامج اللي هنزله، لان انا هعمل ان شاء الله الفترة الجاية فنانين ولعيبة كورة، وهخش في مجال بتاعي. فاتمنى ان انتوا تساعدوني، وانا معلش بس ان انا بتكلم كده شوية، لان انا فعلا حقيقة اول مرة اعمل فيديو عادي. ان انا لما بعمل لايف بخش في ناس بتكلمني وبكلمها، فبقدر اتواصل معاهم في الكلام. فطولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.